بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوها الفوت 181 فول 2، حيث سوف نتناول موضوع مهم متعلق بشواحن الهواتف والشواحن بشكل عام، حيث سوف احاول يعني ان احلل لك يعني السر الموجود يعني في هذه الكتابة التي نجدها يعني في كل شاحن على حدة، وهذا سوف يساعدك على أساس اقتناء وشراء يعني شاحن مميز يشحن هاتفك بشكل سريع. فمعلوم أن يعني هناك شواحن كثيرة، وقد تستعمل شاحن وتشاهد يعني بأنه يقوم بعملية شحن بطيئة لهاتفك، في المقابل قد تجد شاحن آخر يشحن هاتفك بشكل سريع. السر موجود كما ذكرت يعني في هذه الكتابة الموجودة في الشواحن، لكن دعني أولا نتحدث عن عمليات يعني الشحن بشكل عام. يعني عندما تريد يعني أن تقوم بشحن هاتفك فأكيد نحتاج إلى التيار الكهربائي أو الكهرباء بشكل عام، لكن في التيار الكهربائي وفي عملية الشحن يوجد يعني تيارين اثنين، تيار ما يسمى بكورينتي انترنا ثم كورينتي ديريكتا. كورينتي انترنا هنا تحدث عملية تحويل يعني قيمة الفولت يعني التي هي موجودة في الكهرباء التي عادة نجدها 100 إلى 220 فولت إلى القيمة التي سوف يشحن بها يعني الهاتف. بالتالي يعني بعد هذه العملية تأتي الكورينتي ديريكتا على أساس شحن بشكل مباشر يعني الهاتف أحبابي في الله، وكل هذه العملية تحدث يعني في الشاحن. بالتالي أحباب في الله يعني سوف نحاول تحليل يعني هذه الكتابة الموجودة هنا، وسوف تجد أنها تختلف من شاحن إلى آخر، وهذا سوف يساعدك يعني في أن تختار وتشتري يعني شاحن مميز. فإذا لاحظنا فهذا الشاحن قوي جدا في الشحن مقارنة بهذا الشاحن الآخر. فإذا استعملت يعني في شحن هاتفي بهذا الشاحن عفوا، فسوف تكون يعني العملية سريعة جدا مقارنة بهذا الشاحن. طيب، فإذا لاحظت يعني في هذا الشاحن في يعني حتى نعطيه عليه نموذج في الأول، فمكتوب عليه هنا نوع الموديل، هذا غير مهم جدا يعني نوع الموديل غير مهم. فما يهمنا يعني هو الاوتبوت وانبوت، يعني الاوتبوت هو الأهم، لكن لنحلل نوعا ما الانبوت أحبابي في الله. الانبوت هنا يحدد لك يعني كورينت انترنا يعني النوع قيمة الفولت التي يسمح لك يعني على أساس ربط يعني الشاحن بالكهرباء. فيجب يعني في هذه الحالة كما تشاهدون في الصورة ألا تنقص عن 100 فولت وألا تزيد عن 240 فولت. يعني بهذه الطريقة مثلا إذا نقصت أو زادت عن هذا العدد فلن تستطيع يعني شحن هاتفك. ثم العنصر المهم الآخر هنا إذا تشاهدون صفر، مكتوب يعني 0.35 أمبير، هذا جيد، يعني هذه القيمة هي التي سوف تذهب لشحن هاتفك. لكن العنصر الذي هو أهم من ذلك هو الانبوت أحبابي في الله، سوف يحدث يعني الفرق. فإذا شاهدنا في الاوتبوت يعني فهو مكتوب هنا كما سوف تشاهدون الصورة أمامكم، يعني كورينتي ديريكتا يعني التيار المباشر الذي سوف يذهب إلى الهاتف هو 5 فولت. فنفس الشيء يعني إذا شاهدتم في جميع يعني الشواحن سوف تجدون 5 فولت، لكن يعني ما هو السر يعني في أن هذا الشاحن يشحن بشكل سريع مقارنة مثلا مع هذا الشاحن الذي يشحن بشكل بطيء، رغم أنه يعني نفس القيمة كما ذكرت 5 فولت يعني يتم يعني شحن بها الهاتف. فإذا شاهدتم في جميع يعني الشواحن فهناك 5 فولت في الانبوت، يعني القيمة التي يتم شحن بها يعني الهاتف. لهذا أحباب في الله يجب عليكم مشاهدة يعني العنصر الأخير دائما قبل شراء أي شاحن. لاحظوا معي في
الامبيريريا يعني الامبير ان صح التعبير، هي التي تحدث يعني الفرق في الهاتف في الشواحن، وتحدد لك يعني هل هذا الشاحن سوف يشحن هاتفك بشكل سريع او سوف يشحن هاتفك بشكل بطيء. فلاحظوا معي في هذا الشاحن فيشحن ب 2 امبير ما يعادل يعني 2000 ميلي امبير يعني، فهذا رائع جدا، وهو الشاحن الذي انصحكم بشرائه دائما اذا كنت تريد يعني شحن هاتفك بشكل سريع. ركز معي جيدا. فاذا شاهدنا ايضا يعني مقارنة بهذا الشاحن الاخر فمكتوب هنا 400 ميلي امبير، فلم يصل حتى الى 1 امبير. هذا يعني بان هذا الشاحن سوف يستغرق وقت طويل 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 جدا على اساس انه يشحن هاتفك مقارنة مع هذا الشاحن الاخر. هذا العنصر الذي يحدث يعني الفرق احباب في الله في كل يعني شاحن. قبل ان تشتري يعني اي شاحن فركز جيدا، يجب ان يصل على الاقل الى 2 امبير كما سوف تشاهدون في الصورة اذا كنت تريد يعني شاحن دائما هاتفك بشكل سريع. اما اذا وجدت يعني شاحن مثلا ب 400 ميلي امبير، هناك شواحن ايضا ب 1000 ميلي امبير، فهذه الشواحن يعني بطيئه جدا في شحن هاتفك، والنموذج هذا لا يسوي اي شيء يعني صراحه. هذا الشاحن يعني 400 يعني امبير ميلي امبير عفوا، فسوف يطلب يعني وقت طويل طويل جدا يعني مقارنه يعني بالشواحن الاخرى. فهذا الذي يحدث يعني الفرق، واتي الكتابه الموجوده هنا السر وراء فقط يعني انبوت احباب في الله، فاوتبوت عفوا يعني وليس انبوت هو الكورينتي انترنا ان صح التعبير، ويحدد لك يعني القيمه التي سوف تذهب يعني الى القيمة يعني التي سوف تذهب إلى التيار المباشر عند شحن الهاتف. لكن كما ذكرت دائما يتم شحنه بخمسة فولت، والعنصر الذي يفرق يعني الفرق بين الشواحن هو الأمبير أحباب في الله. كل ما كان 2.0 أمبير، هناك يعني شواحن ب 2.1 هي الحد الأقصى، فهذه الشواحن سوف تشحن هاتفك بشكل سريع. في المقابل إذا وجدت مثلا عندما تريد شراء يعني الشاحن 500 ميلي أمبير 1000 ميلي أمبير فابتعد عليها، يعني ابحث عن الشواحن التي يعني بها 2 أمبير عفوا، أي ما يعادل 2000 ميلي أمبير. فأتمنى أن الدرس قد أفادكم أحباب في الله. فهذا هو السر الموجود يعني في الشواحن قبل أن تشتري يعني أي واحد منهما إذا كنت تريد يعني شحن هاتفك بشكل سريع. إذا عجبك الدرس واستفدت منه لا تنسى مشاركته حتى يستفيد الجميع أيضا، وأيضا الضغط على اللايك لمساعدة قناة حوحة 1981 فول 2، وزيارتنا دائما على موقعنا دول الفيديو الفيديو.5.com، ولنا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوحة 1981 فول. في أمان الله.